السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في بداية كل عمل تربوي تعليم تعلمي كما هو الشأن في بداية السنة الدراسية تقام أنشطة التقويم التشخيصي، وهذا من أجل الوقوف والتعرف على مواطن النقص والخلل عند المتعلمين والمتعلمات من أجل تدارك الموقف واتخاذ القرار الصائب خلال أنشطة الدعم التعويضي، وذلك من أجل معالجة التعثرات التي يمكن أن تتحول إلى عائق حقيقي أمام المسار التعليمي للمتعلم والمتعلمة. ومن أجل إنجاز روائز واختبارات هذا التقويم التشخيصي، وضع قسم التقويم في المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه أطرا مرجعية يجب اتباعها والتقيد بأهدافها التعلمية قصد وضع أنشطة هذه الروائز. ولمعرفة هذه الأهداف التعلمية يمكن أن نلقي نظرة على هذه الأطر المرجعية، وخاصة إطاري المرجع القسم الخامس والسادس. وبعد ذلك سنتعرف على الشبكتين المنجزتين من أجل تفريغ نتائج هذا التقويم. على بركة الله نبدأ بالقسم الخامس. إذا هذا الإطار المرجعي للقسم الخامس مادة الرياضيات، المنجز في شتنبر 2014. ومن المعلوم أن برنامج الرياضيات يتكون أساسا من 3 مجالات: المجال الأول أنشطة عددية، والثاني أنشطة الهندسة، والثالث أنشطة القياس. نبدأ بمجال أنشطة عددية والذي يتكون من 9 أهداف تعلمية، ومنها مسألة واحدة. ننتقل إلى المجال الثاني، مجال الهندسة يتكون من 6 أهداف تعلمية ومنها مسألة أيضا. مجال القياس يتكون من 5 أهداف تعلمية ومنها مسألة أيضا. نقوم بجمع الأهداف التعلمية، نجد 9 + 6 + 5 = 20 هدفا تعلميا، وبالتالي سيتكون الرائز من 20 نشاطا، وكل نشاط ينقط على نقطتين، إذا الرائز سينقط على 40 نقطة. لكي تبدو الرؤية واضحة سنتفحص الشبكة المنجزة لهذا الغرض. إذا هذه شبكة القسم الخامس. نلاحظ هنا المجال الأول الأنشطة العددية، ثم المجال الثاني الهندسة، ثم المجال الثالث القياس. وقمنا بإحداث عمود لحل المسائل، والتي رأينا أن هناك 3 مسائل قمنا بعزلها من مجالاتها الأصلية. لكي نفهم أكثر نأخذ مثال التلميذ الخامس. إذا الرمز زائد يعني إجابة صحيحة، والرمز ناقص يعني إجابة خاطئة. والهندسة منقطة على 12 لأن هناك 6 أهداف تعلمية، والقياس هناك 4 أهداف تعلمية منقطة على 8، وهناك 3 مسائل إذا منقطة على 6. إذا هذا التلميذ، إذا جمعنا نقطه نجد 29/40 التي تساوي 7.25، وهذه النقطة تعطي لنا فكرة على مستوى الدراسي للتلميذ. ولكن الأهم في نظري هو تفحص ودراسة هذه النسب الموجودة هنا في نسبة النجاح. فمثلا خذ الطرح، عملية الطرح في الأعداد العشرية، نجد أن نسبة النجاح هي 50%، أي أن 50% من الأجوبة صحيحة، أو 50% من عدد التلاميذ أجابوا إجابة صحيحة.
مثل تاني الهندسة هنا، إذا نسبة النجاح 60%، نفس الاستنتاج 60% من الإجابات صحيحة. وهذه النسب هي التي تعطي للسيد الأستاذ والأستاذة فكرة لكي يحضر وينجز أنشطة الدعم في المستقبل القريب. نمر إلى الإطار المرجعي للسنة السادسة، المنجز في يناير 2015. نفس الشيء، هناك 3 مجالات. المجال الأول الأنشطة العددية ومكونة من 11 هدفا تعلميا، لكن هنا ألاحظ هدفا تعلميا لم يدرس في السنة الخامسة، وهو هذا حساب خارج قسمة عددين كسريين. إذن هذا الدرس لم ينجز في القسم الخامس، إذن في نظري يستحسن حذف هذا الهدف التعلمي. المجال الثاني، إذن هنا نلاحظ مسألة من بين الأهداف. المجال الثاني أنشطة هندسية 7 أهداف تعلمية، في المجال الأخير هناك 10 أهداف تعلمية، ومنها لاحظوا هنا 4 مسائل. 4 مسائل. إذا قمنا بالجمع نجد 11، والذي ارتأيت أن نحذف هدفا تعلميا، إذا 10 زائد 7 زائد 10 يساوي إذا 26. 26 هدفا، أو 27. 27 هدفا تعلميا، وبالتالي فالرئيس سيتكون من 27 نشاطا، وكل نشاط ينقط على نقطتين، إذا الرئيس سينقط على 54. نلقي نظرة أو نتفحص الشبكة ليكون الفهم أحسن. إذا هذه شبكة القسم السادس. إذا هنا نلاحظ أن عملية الأربع ستنجز على الأعداد العشرية والصحيحة الطبيعية معا هنا، ثم وحدة. إذا يقام التقويم على الأعداد الكسرية، وهذا جديد، كنا لم نرى هذا في شبكة القسم الخامس. ونلاحظ أن هناك ترتيب جمع طرح ضرب والقسمة لم أدرجها في هذه الشبكة، رغم أن الهدف موجود. ربما هذا خطأ، ارتأيت أن لا أدرج هذا النشاط في الشبكة. إذا لتفحص هذا من قرب نأخذ مثال التلميذ السادس. دائما رمز زائد إجابة صحيحة وناقص إجابة خاطئة. الهندسة مناقطة على 14 7 أهداف تعلمية، قياس على 12 6 أهداف تعلمية، والمسائل هناك 5 مسائل، لاحظنا هذا قبل قليل. إذا هذا التلميذ حصل على 35 على 54 التي يساوي 6.48. الآن فكرة على مستوى التحصيلي والدراسي للتلميذ. الأهم والبالغ الأهمية هو تفحص ودراسة هذه النسب. 70% في عملية الجمع بالنسبة للأعداد العشرية والصحيحة، بمعنى أن 70% من الأجوبة صحيحة، وهذا يعني أن تقنية الجمع مكتسبة إلى حد بعيد لدى التلاميذ، وهذا يؤخذ بعين الاعتبار في أنشطة الدعم وفيما سيأتي خلال السنة الدراسية. بالنسبة لأنشطة القياس، 40% فقط من الأجوبة صحيحة، وهذا يعني أن التلاميذ ما زالوا يواجهون صعوبات حقيقية في أنشطة القياس.
وهذا يستوجب على السيد الأستاذ والأستاذة أن يأخذوا هذا بعين الاعتبار في أنشطة الدعم التي ستنجز لاحقا. كل ما لدينا أنهيناه على أمل أن ننجز شبكة كاملة وشاملة في المستقبل القريب إن شاء الله. أقول لكم إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.